مرحبا بكم. اليوم رح ناخذ مقدمه هلا و2000 هلا للمطرب محمد عبده على مقام حجاز الري. رح نعزفها وبعدين نشرحها. بالنسبة للمقدمة على مقام حجاز الري، مذكر حجاز الري، ري مي بيمول فا صول لا سي بيمول دو ري. بيبتدي فيها طبعا هي ايقاع رباعي بسرعة تقريبا احنا عاملينها بالكت كومون تايم بسرعة 70 تقريبا للهاف نوت او سرعة 140 للنوار. طبعا مقدمة على ايقاع الرمبا، ايقاع رباعي اللي هو دم دم تك تك اخذناه سابقا. بيبتدي الموسيقى بالبيت الثاني، يعني من عند الري بيقول فيها اس ري دو ري دو ري دو ري صول سي ري. هون الري رح نعزفها سلاش نوت نازل طالع نازل طالع، هي تعادل 1 2 3 بعدين ري ري كاستكاتو ري 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 دو ري مي دو لا صول سي صول لا صول. كمان الصول رح نعملها 8 حركات، طبعا سلاش نوت هي اللي هي 1 2 بعدين سي لا صول فا صول صول لا تو دو سي لا سي لا صول فا صول صول لا مي مي فا فا صول. هون عملنا النوار سلاش نوت نازل طالع ري ري مي ري مي فا مي ري فا مي ري دو سي لا صول. إذا فا مي ري دو سي لا صول سلاش نوت نازل طالع، بعدين لا صول لا فا ري مي ري ري دو لا سي دو ري لا صول لا فا ري مي ري. هاي بالنسبة للمقدمة، مقدمة بسيطة كتير على مقام حجاز الري. أتمنى تنال الإعجاب وشكرا للمتابعة.